هاتف إيمان الهدى ناشطة في شبكة شام الإعلامية. أهلا بك سيدة إيمان معنا، ماذا لديك لتضيفي على المعلومات التي أوردناها الآن؟ نعم أستاذة ديما، الأحمية العسكرية ما زاد إلى هذه اللحظة متواصلة، وخاصة الأحياء الجنوبية في قلب العاصمة دمشق. في هذه اللحظات قصف عنيف جدا يتعرض له منطقة الحجر الأسد والعسالي والمناطق المجاورة منذ الصباح إلى هذه اللحظة. القذائف الهاون والمدفعية الثقيلة من الفوج ميني أدى إلى سقوط شهيد طفل ماجد الرجب في حي العسالي، تزامنا مع اشتباكات عنيفة جدا في محيط الحجر الأسد والقدم بين قوات الجيش الحر وقوات الأسد في شارع الثلاثين. ايضا في هذه الاثناء هناك محاوله جديده لكتائب الاسد لاقتحام منطقه مدينه الداريه والمعظميه الذي بدا من الصباح القصف عليها برجمات الصواريخ والمدفعيه الثقيله، محاوله جديده لاقتحام هذه المنطقه. النظام يعتبر منطقه الداريه والمعظميه هي معركه هذه المنطقه معركه حياه او موت، يحاول استعاده السيطره عليها وقوات الجيش الحر تقوم بالتصدي لكتائبه التي تقوم كل يوم بمحاولات فاشلة لاقتحام هذه المنطقة. طيب إيمان، فقط لو تشرحي لنا، يعني نفس المناطق القدم والعسالي ودارية والحجر الأسود هي يعني عناوين الاشتباك العريضة في دمشق، لو تشرحي لنا كيف يعني يتم أو كيف تستطيع المعارضة المسلحة البقاء في هذه المناطق من ناحية المدنية؟ هل هناك مدنيين؟ وأيضا برأيك يعني ما أسباب فشل دخول القوات الحكومية إلى هذه المناطق؟ نعم، بالنسبة للأحياء الجنوبية وبالنسبة لمنطقة الدارية والمعظمية ومناطق أخرى في الغوطة الشرقية، هذه المناطق تعتبر يعني تحت سيطرة قوات الجيش الحر إلى هذه اللحظة، يعني النظام يحاول فاشلا في اقتحام هذه المناطق. بالنسبة للمدنيين الموجودين فيها، يعني هذه المناطق يعني شهدت حركات نزوح جدا كبيرة ومهجرين، لم يبقى فيها إلا أعداد قليلة جدا من العائلات في المدنيين، يعني هي تعتبر مناطق تابعة للجيش الحر بشكل عام على الأرض، يعني تحت سيطرة الجيش الحر، لذلك يقوم لتحكم قوات الأسد بقصفها من بعيد براجمات الصواريخ وقذائفها، وأحيانا تستخدم الرشاشات المروحية والطائرات الميج. إذا هناك فشل في السيطرة على الأرض. اليوم استمر لدينا مسلسل تفجير السيارات المفخخة، انفجرت سيارة مفخخة في منطقة الفحامي في قلب العاصمة دمشق جانب حديقة الطلائع حوالي الساعة الثامنة، هرعت إلى هناك سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المنطقة، ولكن الحمد لله يعني كانت الأضرار مادية. بالنسبة للغوطة الشرقية استمر القصف في الهاون عليها، استخدم عشرات القذائف حتى هذه اللحظة في منطقة عربين وبيت سحم. إذا هناك أيضا يعني حاول النظام استهداف المدنيين للرد على الانتصارات التي حققها قوات الجيش الحر. في هذه اللحظة يتم قصف، الآن وردني خبر أنه يشتد القصف المدفعي على من جبل قاسيون وجبل السرايا بالمزي على منطقه الداريه والمعظميه، وايضا امتدت الاشتباكات الان الى بسحتين كفرسوسي المحيطه بمنطقه الداريه. إيمان، وضع الكهرباء والخدمات في العاصمه السوريه دمشق كيف هو؟ هل لا تزال ساعات طويله لانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق دمشق؟ نعم، بالنسبة للتيار الكهربائي يعني قلب العاصمة دمشق أحياء شارع بغداد والعمارة والميدان تشهد انقطاع متواصل للتيار الكهربائي، يعني أقل انقطاع للتيار الكهربائي 7 ساعات، فأكثر ما بين 7 ساعات إلى 9 ساعات يوميا في قلب العاصمة دمشق. أيضا منطقة الطاعون انقطاع التيار الكهربائي منذ البارحة، حيث تم استهداف منطقة القابوس، استهداف المؤسسة الكهرباء، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي من حيث الساعة الثالثة فجر. يعني تختلف مدد الانقطاع بحسب المناطق. تمام، المناطق القصف، المناطق التي تعرض للقصف يعني منذ اندلاع الاشتباكات والقصف فيها مقطوعة التيار الكهربائي بشكل عام، يعني مناطق الغوطة الشرقية، مناطق الدارية، المعظمية، الأحياء الجنوبية، هذا انقطاع تام للتيار الكهربائي. أما الانقطاع الجديد هو في قلب الأحياء قلب العاصمة دمشق مثل شارع بغداد والعمارة والميدان وغيرها من الأحياء الأخرى. طيب يعني بالنسبة لهذا الموضوع، بالنسبة للمناطق التي دائما فيها اشتباك وقطع الكهرباء، المعارضة تقول إن هذا عقاب لهذه المناطق وجزء من سياسة الحكومة تجاهها، ولكن هناك من يقول إن الموظفين يفشلون في الذهاب إلى المؤسسات الحكومية وتفعيل كل هذه الخدمات، فأي هما يعني يوفي الصورة حقها إيمان؟ من هو المسؤول عن هذه، عن تأمين هذه الخدمات؟ بما أنه نظام وقائم، بما أنه يدعي أنه نظام وقائم على مكانه، لماذا لا يقوم بتوفير الكهرباء أو توفير مادة الطحين مثلا؟ ما ذنب، ما يعني ما
ما هو ذنب المدنيين لكي يعني ينحرموا من مادة الخبز الذي أصبحت نادرة جدا؟ يعني هناك أصبح من يريد الحصول على رطة الخبز يريد يجب أن يقف من ساعتين إلى 3 ساعات لكي يحصل على هذه العملة النادرة التي أصبحت في هذه الأيام. إذا هناك لدينا أزمة جدا في المواد الغذائية، على مادة الكهرباء، على مادة المازوت التي أدت إلى إيقاف يعني كثير من وسائط النقل. الآن هناك كثير من وسائط النقل تقف نتيجة لنقص في مادة المازوت. من هو المسؤول عن هذا؟ هل هو الجيش الحر أم قوات النظام التي المازوت أنها قائمة على البلد؟ الشكر الجزيل لك إيمان الهدى، الناشطة في شبكة شام الإعلامية. وكانت